محمود، يعني عاملين لك مفاجأة صغيرة كده، يعني حد عزيز عليك جدا وحد انت اكيد بتحبه، وكان واحد من الاسباب بعد ربنا سبحانه وتعالى في انه يقف جنبك ويخليك محمود وحيد اللي تغلب على الاصابات وعلى الصعاب وعلى المشاكل اللي انت تعرضت ليها خلال الفترة الماضية كلها. عايزك تقول الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا كابتن محمود؟ ازيك يا بابا، عامل ايه؟ تمام والله الحمد لله. يا رب دايما منور الدنيا يا حبيبي. يا نورك، ربنا يخليك يا ربنا يفرحك ويسعدك ايامك ويثبت اقدامك يا رب، وجعلها خطوه سعيده عليك كده من انتقالك للنادي الاهلي ان شاء الله يا بابا. والف مبروك يا حبيبي. الله يبارك في حاجة. ازاي حضرتك يا حاج؟ الو يا كابتن. يا حاج وحيد، ازاي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ تمام والله الحمد لله. ازيك يا كابتن عمر؟ كله تمام الحمد لله، شرفنا ومنورنا. ومحمود في اول الحلقه قال ان والدي ووالدتي وعيلتي ليهم فضل كبير جدا بعد ربنا سبحانه وتعالى، بعد الاصابات اللي لحقت بيه من كسر في عنق القدم وكمان رباط صليبي. لكن عايز اعرف بقى يعني كواليس الفتره الاخيره في حياه محمود بعد انتقاله للنادي الاهلي، وازاي بقى حضرتك اتعاملت مع الموقف؟ لا والله الحمد لله، بنحمد ربنا ونشكر فضله. ومحمود الفترة الأخيرة دي هو اجتهد وطموح جدا، وربنا اداله على قد نيته. وبالنسبة لانتقاله للنادي الأهلي كانت الأمور سلسة جدا، وإحنا طبعا كلنا على أهلاوية من صغرنا، بنشجع الكورة ومتعصبين جدا للنادي الأهلي. بنلعب كورة يعني. طبعا هو بيقول لي طبعا هو بيلعب كورة، كنت حضرتك متعصب جدا للنادي الأهلي. فطبعا بالنسبه للانتقال للنادي الاهلي احنا فرحنا جدا بالنسبه للمرحله ديت اللي هو انتقالها ليا، وربنا يجعلها فتحه خير عليه ان شاء الله، ويثبت اقدامه ويحقق له دور كده في النادي الاهلي ويحقق بطولات يا كابتن عمر. طبعا حضرتك عارف النادي الاهلي زي ما قلت لمحمود، النادي الاهلي دايما بيلعب على رقم واحد. هل انت شايف محمود ابنك قادر ان هو يتغلب على كل الضغوطات وكل شيء سلبي خلال الفتره اللي جايه ويحوله لشيء ايجابي ويتفوق مع النادي الاهلي ويشارك بدايه من اول يوم ليه ان شاء الله اللي هيكون عيد ميلاده اللي هيتم فيه 25 سنه ان شاء الله؟ ان شاء الله. محمود عنده العزيمه والاصرار، ومحمود بالنسبه للفترات اللي عدت كده سواء مرحله الاصابه اللي عدت ربنا ما يعودها ان شاء الله يا رب، لا من جواته اصرار وعزيمه ان هو يحجز دور يكون له دور اساسي ان شاء الله في النادي الاهلي ويثبت وجوده، ويكون عنده صنع حسن ظن الجماهير كلها الاهلاويه اللي هي طبعا تدى ثقتها فيه، وان شاء الله يعني ربنا هيكرمه ويثبت اقدامه ان شاء الله يا كابتن عمر. حاجه وحيد، شايف ان ربنا سبحانه وتعالى عوض محمود عن بطوله افريقيا اللي ما شاركش فيها ومنتخب مصر حقق اللقب بانه ينتقل للنادي الاهلي؟ والله هي طبعا انا بشكر الكابتن ربيع ياسين، كان في كاس افريقيا. وبالنسبه للاصابه طبعا زي ما محمود كلمك اللي هي كانت في ماتشات الوديه طبعا مع منتخب ليبيا، وما زلناش يعني هو ده يعني قضاء ربنا وده نصيبه طبعا، ما كملش طبعا البطوله وكده. لكن احنا فرحنا برضو بالنسبه للجيل بتاعه كلهم ان خدوا البطوله والحمد لله، وان شاء الله يعني ربنا يوفقه في الخطوات اللي جايه ويحقق بطولات كثيره بقى النادي الاهلي ان شاء الله يا كابتن عمر. دلوقتي بقى عندك في البيت 2 شهور بيلعبوا في النادي الاهلي، هتشجع مين اكتر؟ لا حبيبي طبعا الكابتن محمود، وعندي طبعا ضياء وليد 2000 موجود مع في النادي الاهلي 18 سنه، وطبعا مستعد مع 99. ضياء نفس عيد ميلادي ان شاء الله. بجد؟ طب عايز اسال حضرتك سؤال عشان خاطر محمود، كان سالته في الاول مين احرف، قال لي لا ضياء، فانا عايز اعرف هو بيجامل ولا دي حقيقه، مين احرف فيهم؟ لا لا هو ضياء برضه ضياء حريف، لكن بالنسبه لمحمود طبعا كل شيء يعني فيه ميول كده ومهارات يا كابتن عمر.